فرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سمحنا. أهلنا وأحبابنا الأوفياء من أهل السودان، خلوني أخاطب قلوبكم وعقولكم وأرواحكم وأبسط لكم الحاجة جدا. حلم عريض ظل يراود مجموعة بنك الثواب مما بدينا البرنامج، إنه الناس تتكاتف بالبسيط ولا تحقرن من المعروف شيئا. السودان 45 مليون سوداني، الناس اللي ممكن يكون عندها حسابات في البنوك يتجاوزوا نصف هذا العدد. طيب نتخيل إنه مليون سوداني من 45 مليون سوداني فقط كل أسبوع رسلوا مبلغ 1000 جنيه. مليون في 1000 بمليار، مليار جنيه اللي هي دي تريليون بالقديم. كم من المستشفيات يمكن أن يعاد تأهيله؟ كم من غرف العمليات يمكن أن يعاد تأهيلها أو تبنى من جديد؟ كم من غرف العناية المركزة يمكن أن تنشأ في ولايات السودان المختلفة؟ لأنه عدد كبير من مدن السودان وولايات السودان ما في غرف عناية مركزة. إخواننا والله المسألة دي بالبسيط بتبقى وقادرين عليها. 1000 جنيه من مليون نفر كل أسبوع تودعها صدقة لوالديك أحياء أو أموات، تسهل طريقك، تزيل همك، تفرج كربك، تيسر عليك كثير جدا من الصعاب، وتفتح عليك فتح العارفين. فماذا أقول إذا رجعت وقيل لي ماذا قال أهل السودان لي؟ فإن قلت أسمعوني كذبت، وإن أقول بخلوا بمالهم لي لم يجملوا لي، فاختاروا لنفسكم ما أقول، فإنني لابد أخبرهم وإلا مسألي. مسألة بسيطة جدا، 1000 جنيه من مليون نفر، والله يضاعف لما يشاء. في ناس بسيطين جدا بحولوا 2000 3 4 أسبوعيا، فتخيلوا لو نحن كملنا بس بقينا مليون نفر في 1000 جنيه كل أسبوع، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. دي بلدنا ودي لنا احنا، نفس العادات والطيبة، وكل قلب فرح بفرحنا، دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سمحنا.